بدأت الحركات، وأنا بتذكر كنا قلقين وطلعنا على السطح نراقب القوات والحركات العسكرية اللي عم بتصير في تحركات القوات، وكانت الميكروفونات، وهذا أنا أشهد للتاريخ أن الميكروفونات كانت تقول على جميع السكان مغادرة المنازل والتوجه إلى الشط لسلامة العمليات العسكرية. يعني إحنا لم نهاجر، إحنا طلب منا أن نخرج. فإحنا بالنسبة لنا وبالنسبة للآخرين جميعا هذه عملية، قواتنا المقاومة الفلسطينية بدها تدخل، وبدها تدخل في معركة ما بدها تقتل شعبها، أو العدو جاي بدناش يقتلكم اطلعوا، مش فاهمين، ما أحد فاهم. يعني مفاجأة كانت، ما فيش فيها تحضير قبلها، فما حدا أخذ شيء، كل الناس، لأنه واحد كان عم بيركض لينجو بحياته. لما واحد ينجو بحياته ما بفكر شو بده ياخذ، شو بدنا نحمل معنا. بعدها وأثناءها كان في سيارات وبصات عم بتلف لتنقل الناس. أنا كيف رحنا؟ يعني إجت الباص لباب بيتنا وقالوا لنا اركبوا، وهم عرب، مش أنا مش يهود، يعني اللي أعانونا. أنا لليوم ما بعرف إذا كانت هذه مؤامرة أو خدعة أو حقيقة، ما عندي شيء يثبت، بس بعرف أن كانت الصيحات من أصوات عربية، واللي نقلونا بالسيارات إلى الميناء، إلى البحر، إلى الشط، عرب. طبعا ساكتين، يعني عم نتطلع بعد شو كيف، يعني مش عارفين. تصاب أنت بصدمة، بدهشة، إنه اركب وامشي، لوين أمشي؟ مش عارفين. طب أنتوا غادروا، غادروا لوين؟ نروح نقعد على الشاط، بدنا نطلع على شو بعد ذلك؟ لم ولا واحد فينا كان عارف شو الموضوع. حالنا حال كل الفلسطينيين، كنا لا نتكلم، مش عم نحكي مع بعض، ولا واحد عم بحكي، يعني عم نطلع بعد مشدوهين. طب شو الموضوع؟ وصلنا إلى الشط، السيارة وصلتنا إلى الميناء، ميناء يافا. اطلعوا 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 فورا فورا فورا، طلعونا على باخرة. هذه الباخرة باخرة بضائع شحن. في هذه الباخرة رحلة مفروض تاخد ساعات، أخذتنا أيام، لأن الجو كان سيء جدا، ولم يكن يستطيع أن يوجه، وهي مش باخرة، هي يعني مركب وفي بضائع شحن. كان مؤلم جدا. أنا بتذكر أبوي حاطط إيده على رأسه هيك ولا يتكلم، يعني عم نحاول نتكلم معه ما برد، وأنا أتفهم ذلك، يعني هذا طبيعي الوضع. كان ربما كان يفكر شو بدي يعمل، وربما كان عم بتألم، بس طبيعة قوي، لأنه رجل قوي شخصيته، ما بحب يشعر مشاعره، عمره ما أشعر، ما أظهر مشاعر. أنا كان منظر أمي ووالدتي هو المؤلمني، أنا مش متألم أبدا. أنا أعتبر أن كل ما يحصل هو لحكمة، بس لما رأيت منظرهم، خصوصا أبوي عم بفكر أنه كل ما عمله راح، وسيصبح الإنسان الآن لا شيء، يعني كان على وجهه نظرة ألم كبيرة، هي اللي أثرت في مسيرة حياتي. على فكرة أنا أردت أن أنتقم لوالدي.